رئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره ويؤكد تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا والتطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين. وشكري يؤكد دعم مصر لإجراءات الرئيس التونسي لبناء مستقبل أفضل لبلاده. الثالثة عصرا 12 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع زميلة رغدة بكر. أهلا بك رغدة. أهلا بك نسرين، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحياتي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتبنى خطوة لتطوير القاهرة التاريخية، وفي كلمته اليوم خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير، أوضح الرئيس أن أعمال التطوير شملت الضريح وكذا المسجد والمنطقة المحيطة به. نتابع. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين، والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين أيضا في ان احنا نكون انجزنا السيده زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاه، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقه اللي بيتعمل ده في اطار خطه الدوله المصريه بتعملها للقاهره التاريخيه، عشان نستعيد مكانه مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهره التاريخيه. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق اخرى. الهدف منها، وزي ما عملنا كده في منطقه مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها. لكن النهارده تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين لي بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. هذا وأعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مساجد آل البيت، مؤكدا أن هذه المساهمة هي عنوان للمحبة والمودة. وشدد رئيس السيسي على الود والاحترام الذي تحظى به طائفة البهرة في مصر من الدولة ومن المواطنين على السواء. برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما أن أنا ألتقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وباسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى أقول إن احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين هم عايشين وسط أهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير، وأتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه. مش مننا، ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بص الشعب المصري يعني. وكان الرئيس السيسي قد تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة وقام بتأدية الصلاة فيه. وعقب ذلك استمع الرئيس السيسي لكلمة السلطان فضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والتي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير وكذا الترميم. هذا وأعرب السلطان فضل سيف الدين عن سعادته لقيام الرئيس السيسي بمنحه وشاح النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعزيز الروابط وكذا متانة العلاقات المتميزة والتي تجمع بلاده بمصر على مدار أعوام. هذا ويعد مسجد السيدة نفيسة من أعرق المساجد بمحافظة القاهرة، وهو أحد أشهر مساجد آل البيت النبوي التي ازدانت بها
أرض مصر. يحتوي المسجد على مقام السيدة نفيسة ابنة الحسين أو الحسن، وهي من آل بيت رسول الله. مسجد السيدة نفيسة، هي مصر حاضنة الأولياء، اصطفاها الله من فوق سبع سماوات لتكون أرضاً مباركة زيدت شرفاً بمقامات آل بيت النبوة. وفي موقع القلب منهم السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. عرش الحقائق مهبة الأسرار، قبر النفيسة بنت ذي الأنوار. ولدت ستنا نفيسة عام 145 في مكة، وانتقلت طفلة مع أبيها للمدينة المنورة حيث نشأت في الجوار من المسجد النبوي. تزوجت بالإمام إسحاق المؤتمن ورحلت إلى مصر، فوصلتها في شهر رمضان من عام 193 هجرية، واستقرت بها لنحو 15 عاما. فوق هذه الأرض جمعت العابدة الزاهدة زادها لميعادها، حتى يقال أنها حفرت قبرها بنفسها أثناء حياتها استعداداً للقاء وجه رب كريم. وإذن فقد بوركت الأرض المصرية باحتضان الجسد النوراني لسليلة بيت النبي عندما وافاها الأجل عام 208 هجرية. ومن يومها فاضت التجليات وتوالت الكرامات، وصار مشهدها مزاراً للوافدين من مصر وكافة أرجاء العالم الإسلامي. يتبارك الزائرون لهذا المقام الطاهر وسط إجماع تام بمنحه الطاقة الإيجابية لنفيسة العلم والحكمة. قرب هذا المقام تقام الصلاة، يتوافد الآلاف خلال شهر رمضان لإقامة الشعائر. تزداد جموع المصلين الغفيرة في صلاتي التراويح والفجر، وحين يفرغون يتعلقون بهذا المقام كدر منثور يطوف في فلك من نور السيدة نفيسة سليلة بيت النبوة. الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلوش فاتشفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للرئيس ألكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، كذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة. من جانبه نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحياتي وتقدير الرئيس الصربي للسيد الرئيس، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة السيد الرئيس لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد. كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنامي وفعالية تحت قيادة السيد الرئيس، فضلا عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي بالإضافة لدعمهما للاستقرار والأمن والتنمية، منوها في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مضطرد. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالميا. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا على الأفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات. هذا وتناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في السودان وبمنطقة حوض النيل. قام وفد رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان بزيارة البنك المركزي خلال الفترة من 30 من يوليو حتى 3 أغسطس، وذلك في إطار مذكرة التفاهم السابق أن وقعت بين البنكين عام 2021. هذا وقد رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بالوفد الذي رافق مجموعة من خبراء البنك الدولي، وأكد على الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية وكذا المصرفية لدولة جنوب السودان ونقل التجارب والخبرات المصرفية المصرية في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة وكذا نظم الدفع والشمول المالي والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال الزيارة قام الوفد بجولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، ومنها المعهد المصرفي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاهتمام بشبه جزيرة سيناء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شبه الجزيرة الغالية لم يكن أمرا هينا، خاصة مع الإهمال الذي عانت منه سيناء على مدار عقود ماضية وتفشي للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، إلى أن أولت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا لتطهير شبه الجزيرة من البؤر الإرهابية والشروع في عملية تنموية شاملة في كل المجالات. ما بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات الماضية، فقد جاءت ثورة 30 من يونيو لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض الفيروز، وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية لتطهير الأرض من دنس الإرهاب الذي أرادوا له أن يكون خنجراً في خاصرة الدولة المصرية ويثنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في 3 يوليو 2013. وفي الوقت الذي كانت يد الجيش تحارب الإرهاب في سيناء، كانت يد الدولة تمتد إليها بالتعمير والتنمية، حتى جعلت من أرض الفيروز أرضاً للنماء والخير لمصر، وباتت شبه جزيرة سيناء تجمع كل مكونات التنمية الشاملة، ونفذت الجهات المعنية جملة من المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، مستفيدة في ذلك من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة. وزادت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لهذه المشروعات بأكثر من 15 ضعفاً، مسجلة 73 مليار و300 مليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013-2014. وعلى غرار دورهم المحوري في مواجهة الإرهاب، كان أبناء سيناء في مقدمة المشاركين والمساهمين في جهود التنمية، انطلاقاً من وعي حكومي وشعبي مشترك بأهمية إشراك المواطنين في جهود وعوائد التنمية، بما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي، حيث كانت شركتا أبناء سيناء ومصر سيناء مساهمتين رئيسيتين في المشروعات التنموية المنفذة. وعلى مدار السنوات الماضية تبدل الحال وتغيرت الأوضاع في سيناء بعد أن مدت الدولة شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شرياناً للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار، إلى جانب إقامة المشروعات التنموية الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية داخل أرض الفيروز. ومع دوران عجلة التنمية في سيناء عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة على مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من القيادة السياسية وأهالي سيناء.
كان لأبناء سيناء النصيب الأكبر من الهجمات الإرهابية، وهو ما دفع القبائل السيناوية إلى الدخول على خط المواجهة جنبا إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب. هذا وأعلنت العزم على مشاركة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال السنوات العشر الفائتة. نتابع. خاضت مصر منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 معركة كبرى لمواجهة خطر الإرهاب واكتثاث وجوده من أرض مصر، وكان لقبائل سيناء دور محوري في تلك المعركة التي حققت فيها مصر نجاحا كبيرا، إذ اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية في التصدي للعناصر الإرهابية، سواء عبر المواجهات العسكرية التي أسهمت في نجاحها أو عبر جهودها في المشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها أراضي سيناء. فقد كان لأهالي سيناء نصيب الأسد من الهجمات الإرهابية، سواء عبر استهدافهم بشكل مباشر، خصوصا أنهم أدوا دورهم السامي بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب، أو عبر استهداف المرافق الخدمية التي يستفيد منها المواطنون من محطات للمياه ومنشآت تعليمية وصحية وغيرها. استهداف دفع القبائل السيناوية إلى الدخول على خط المواجهة جنبا إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب ضد العناصر التكفيرية، وشاركت بقوة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال السنوات العشر الماضية، ولازالت تخوض مع الدولة معركة البناء الكبرى. وخلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، رحب الرئيس السيسي بشيوخ سيناء وأثنى على تعاونهم مع الدولة، مؤكدا استهداف الدولة لتحقيق تنمية حقيقية في سيناء. تعاونكم وصبركم والمعاناة اللي انتم عانيتوا فيها خلال الثمان سنين اللي فاتوا دول، احنا كمسؤولين مش هننساهم، ولما بقوله دلوقتي معانا هنا بقوله عشان المصريين ما ينساهمش. واللي بنعمله في سيناء من محاولة ان احنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها، هو في الآخر أمر مستحق تستحقه أن احنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن أنا حبيت بس أقول لينا كلنا أن احنا مش عايزين، وإحنا لأن احنا كنا بنفتكر في كل وقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلاص خلص، بس خلص بالتمن، تمن كبير. فبنشكركم وتحياتي لكل أهل سيناء، أنا باسمي وباسم كل المصريين. هذا التقدير من القيادة السياسية لجهود أبناء وقبائل سيناء هو تأكيد على تاريخهم النضالي ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن سيناء، سواء كان محتلا أجنبيا أو إرهابيا يحمل السلاح ضد أبناء الوطن، وتأكيدا على أن معين عطائهم لم ينضب، وأنهم مستمرون في تقديم أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها. المزيد بشأن دور شباب سيناء وشيوخها وعوائلها في مواجهة الإرهاب في العرض التالي مع زميل هشام عبد التواب. أهلا بكم. شهدت مصر عقب أحداث 2011 ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية والتي هددت أمن واستقرار الدولة بشكل مباشر، وكان في مقدمتها خطر الإرهاب،
ما دفع الدولة لتبني استراتيجية شاملة استطاعت من خلالها تكثيف منابع التمويل المادي والدعم اللوجستي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنظيمات الإرهابية، وتأمين الحدود وفرض معادلة الاستقرار الأمني الشامل في كافة أرجاء البلاد. وقد كان لقبائل سيناء دور محوري في النجاحات التي حققتها مصر في حربها ضد الإرهاب، حيث اصطفت إلى جانب قوات الجيش والشرطة في التصدي للعناصر الإرهابية، سواء عبر المواجهات العسكرية أو عبر المشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها أراضي سيناء. وجاء في مقدمة تلك القبائل قبيلة الترابين، والتي لعبت دورا رئيسيا في نجاح هذه الضربات من خلال تقديمها الدعم المعلوماتي واللوجستي لقوات الأمن، انطلاقا من خبراتهم الميدانية التي ساعدت في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والقبض عليها، والكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية. وعلى غرار دورهم المحوري في مكافحة الإرهاب، كان مواطنو سيناء في مقدمة المشاركين والمساهمين في المقاربة التنموية، انطلاقا من وعي حكومي وشعبي مشترك بأهمية إشراك المواطنين في جهود وعوائد التنمية. وفي هذا السياق كانت شركتا أبناء سيناء ومصر سيناء مساهمتين رئيسيتين في المشروعات التنموية المنفذة داخل النطاق الجغرافي لسيناء. تمتلك شركة أبناء سيناء خبرة واسعة في مجال الخدمات اللوجستية والمقاولات والإنشاءات وصناعات البناء ومجال استيراد وتصدير مواد البناء والمواشي، وقد ضخت استثمارات في العديد من المشروعات إلى جانب أدوارها الاجتماعية الأخرى مثل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية ودعم الجمعيات الخيرية والمستشفيات العامة، وهو ما حدا بها إلى رفع معدلات التوظيف. أما شركة مصر سيناء فهي شركة متخصصة في التنمية الصناعية والاستثمار، ونجحت في تحقيق الريادة في كافة المجالات التي تعمل بها، ولعل أبرزها استصلاح الأراضي والتوريد والتصدير واستخراج وتركيب الرخام، كما أسهمت الشركة بشكل كبير في التوريدات لمشروع قناة السويس الجديدة. وختاما مشاهدينا، تضيف جهود أبناء وقبائل سيناء نقطة مضيئة إلى تاريخ نضالهم ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن سيناء، مستمرين في تقديم أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها. شكرا لكم على طيب المتابعة. عقد الحوار الوطني جلستان متخصصتان للجنتي التعليم وكذا القضية السكانية ضمن المحور المجتمعي، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناقش لجنة التعليم قضايا التعليم قبل الجامعي، كما تناقش لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص وكذا المعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة، وذلك بهدف الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة أكسترا نيوز الزميلة شيرين مجدي. شيرين، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية، ومزيد من التفاصيل لديك، تفضلي. شيرين. نعم رغدة، منذ الواحدة من ظهر اليوم وحتى هذه اللحظة بتتواصل الجلسات المتخصصة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكثر من ساعتين ونصف والنقاشات مستمرة حول المخرجات والتوصيات الخاصة بالجلسات العامة بشأن القضايا ذات الطرح في هذه القضايا أو الجلسات المتخصصة، ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. اليوم تعقد جلستان بالتوازي مع
كل منهما متعلقتان بالمحور المجتمعي. الجلسة الأولى وتتعلق بلجنة التعليم وتناقش سبل تطوير التعليم قبل الجامعي، وحتى هذه اللحظة أبرز المقترحات المعروضة في النقاش هي تتعلق بالتوحيد الخاص بالقوانين الخاصة بالتعليم قبل الجامعي في قانون واحد واستحداث مواد خاصة بالإدارة المدرسية. كذلك أيضا هناك العديد من المقترحات التي قدمها المعلمين وهي تتعلق بشأنهم بالطبع، ولكن هناك توافق ورغبة في التأكيد على هذا المقترح الخاص بإعادة تفعيل نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات وأن يكون لهذه النقابة دور حقيقة على أرض الواقع. هذا فيما يخص الجزء الخاص بجلسة التعليم. أما الجلسة الأخرى والتي تعقد أيضا في هذه الأثناء وهي متعلقة بلجنة القضية السكانية، وحتى هذه اللحظة هناك حديث حول المقترحات التي يدور حولها النقاش في هذه الأثناء، وهو الخاص بإصدار تشريعات بتجرم عمالة الأطفال والزواج في سن صغيرة والتسريب من التعليم، حيث أن كل هذه العوامل يعني يمكن أن تساهم في تقليص عدد السكان أو تقليص الحد من أو تقليص عدد الإنجاب بشكل عام. كذلك أيضا من ضمن المقترحات التي بتلقى نقاشات واسعة هو المقترح الخاص بإعادة مكانة المجلس القومي للسكان كان وإمداده بالمعلومات والتمويل وصلاحيات الواسعة. كذلك أيضا من ضمن المقترحات هو إيجاد آلية للحصول على معلومات دقيقة للخريطة السكانية لمساعدة متخذ القرار بشكل عام. حتى هذه اللحظة هي أبرز التوصيات الجاري النقاش حولها، وذلك للخروج بتوصيات أكثر دقة وتوصيات أخيرة يتم رفعها لمجلس الأمناء والذي يقوم بدوره ببحث هذه التوصيات لرفعها إلى رئاسة الجمهورية، ويعني حيث تعهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني دون قيد أو شرط ما دام في ضمن الصلاحيات الدستورية والقانونية، وما خارج هذا الإطار سيتم تحويله إلى البرلمان لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. ومجلس الأمناء يعني قال أنه سيقوم برفع التوصيات التي تنتج من الجلسات المتخصصة دون تصويت عليها ودون حسب لأي من هذه التوصيات. الجلسات المتخصصة تعقد بعدد محدود من الخبراء والمختصين في الموضوعات ذات الشأن أو الموضوعات التي يتم مناقشتها، وكذلك أيضا المقررين والمقررين المساعدين للمحاور، وكذلك أيضا اللجان التي يتم مناقشة الموضوعات المتصلة بها. ربما هذا هو الاختلاف بينه وبين الجلسات العامة، يعني الجلسات العامة كنا بنشهد مشاركات واسعة بتمتد لأكثر من 100 مشاركة في الموضوع الواحد من كافة القوى السياسية والأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المختلفة بتوقيتات زمنية محددة، لكن في هذه الجلسات المتخصصة هو عدد محدود من الخبراء والمشاركين في هذه الجلسات، ولكنهم يعبرون عن كافة الاتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية أيضا المختلفة. هذا هو المشهد لدي حتى هذه اللحظة، وأعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. شكرا لك يا شيرين. الزميلة شيرين مجدي موفدة ومراسلة أكسترا نيوز كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد والرمية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال انعقاد الجولة 15 للجنة للتشاور السياسي بين مصر وتونس برئاسة وزير الخارجية ونظيره التونسي نبيل عمار وبحضور وفدي البلدين في العاصمة التونسية. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة مقطع صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها. وأكدت وزارة الصحة أن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، موضحة أنه بناء على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركيف وصد هجمات أوكرانية على جبهات متعددة. أوضحت الدفاع الروسية أنه تم القضاء على 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير 3 مدرعات ومدفعين، مؤكدة أنه تم القضاء أيضا على 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوريجيا وخاركيف.
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خرسان إحباط محاولة إنزال القوات الأوكرانية في المنطقة، مشيرا إلى عدم وجود أوكرانيين مسلحين في المنطقة. هذا وأكد أن الضفة اليسرى تحت حماية محصنة من القوات الروسية، وكل من يحاول النزول سيتم القضاء عليه. أطلقت روسيا صاروخين ضربا مدينة بوكافيسكا شرق أوكرانيا ودمرا فندقا ووحدات سكنية. وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية أن 7 أشخاص لقوا حتفهم من بينهم 5 مدنيين، وأضاف أن 2 من رجال الإنقاذ من بين القتلى. وأعلنت وزارة الداخلية أن 29 شرطيا و7 من رجال الإنقاذ أصيبوا، ومن بين الجرحى طفلان و29 مدنيا. اتهمت روسيا أوكرانيا بتحريض المواطنين الروس على تنفيذ هجمات على مراكز التجنيد العسكري، وتتعرض العديد من مراكز التجنيد لاعتداءات منذ العملية الروسية في فبراير لعام 2022، شملت إضرام النار أو إلقاء زجاجات حارقة. من جانبه، ربط مكتب المدعي العام الروسي بين هذه الاعتداءات والتقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. قال أيضا أن كل هذه الجرائم ارتكبها مواطنون روس بعد تلقيهم تعليمات عبر الهاتف من أوكرانيا. قالت الحكومة البريطانية إنها أضافت 19 تصنيفا جديدا إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا و6 تصنيفات أخرى إلى نظام عقوبات بيلاروسيا. وأشارت بريطانيا إلى أنها استهدفت أفرادا وشركات في عدد من الدول الأجنبية بالعقوبات من أجل ضرب أنظمة الدفاع الروسية عبر قطع الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية. ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود. كان نائب وزير الداخلية أيضا قد كشف من قبل عن طلب حرس الحدود من وزارة الدفاع إرسال 1000 جندي إضافي إلى الحدود وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني. يذكر أن بولندا كانت قد شيدت سياجا على الحدود مع روسيا البيضاء مزودا بنظام الحماية الإلكترونية. أن مشاهدينا، تستمر فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة لآلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وشهدت الورشة مشاركة مرموقة من العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع للنقل البحري العربي، تضم سفراء وممثلي وزارات النقل ب15 دولة عربية وممثلي اتحاد الغرف العربية والشركات المتخصصة في مجال إصلاح وصيانة السفن. ورشة في غاية الأهمية في وقت مهم جدا، ورشة بتأتي في المكان الصح في التوقيت الصح في هيئة قناة السويس بما يعني تمثله من تاريخ وحاضر ومستقبل للأمة المصرية وللأمة العربية وللعالم أجمع. قناة يعني شريان حياة، شريان تجارة، شريان حيوي للعالم كله. مشروع ازدواج بتأتي ذكرى النهاردة في 8 أغسطس، مشروع ازدواج يعني فعلا نجح في مضاعفة حجم التجارة المنقولة عبر قناة السويس، تضاعف عدد السفن، تضاعف العائد المادي اللي هو يعني يمثل دعم كبير للاقتصاد المصري. الورشة اليوم هي ورشة مهمة جدا، وأهميتها ممكن نلاحظها في حضور 15 دولة عربية في هذه الورشة. الورشة معنية بموضوع مستقبل صناعة السفن في الدول العربية. صناعة السفن موضوع مهم جدا، وهذه الأهمية مستمدة من أهمية التجارة المنقولة بحرا. فنلاحظ أن 80%
99% من تجارة العالم تتم النقل عن طريق البحر، وبالتالي المهم جدا أن أرتقي به صناعة السفن في المنطقة العربية. رسالة من شركة أسري ورسالة من الأخوة والأخوات الحاضرين هذه الورشة المهمة عن الفرص اللي موجودة والفرص اللي شفناها، الفرص المتاحة بالنسبة لهذا المجال الحيوي. فشاكرين الجهود الضخمة والجبارة، ومثل ما سمعنا اليوم سمعنا قصة السويس، سمعنا قصة وأهداف السويس، وسمعنا النجاح الباهر اللي شافته قناة السويس في هذه الفترة البسيطة. أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مواصلة تقديم المنطقة الدعم الكامل لجميع المستثمرين وكذا العاملين في نطاقها من خلال حزمات مختلفة من حوافز الاستثمار. جاء ذلك خلال تدشين مصنع صيني بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر لخط إنتاج جديد، وكذا الاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج وإطلاق أول منتج بأياد مصرية خلال أغسطس الجاري للسوقين المحلية والخارجية. خفضت وكالة مودز تصنيف الائتماني لنحو 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، كما أشارت لأنها قد تخفض تصنيف بنوك رئيسية. وقررت الوكالة خفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بدرجة واحدة، فيما وضعت 6 بنوك كبرى قيد المراجعة للاحتمال خفض تصنيفها، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية 11 بنكا منها كابيتال وان وغيرها. وأوضحت مودز أن نتائج أعمال العديد من البنوك في الربع الثاني من هذا العام أظهرت ضغوطا متزايدة على الأرباح إلى جانب تراجع جودة الأصول مع وجود مخاطر خاصة في محافظ العقارات التجارية لدى بعض البنوك. رياضيا المشاهدين، يلتقي منتخب مصر مع منتخب إسبانيا في 8:30 مساء اليوم في الدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والتي تقام في كرواتيا. هذا ونجح منتخب مصر في الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة 38-23 في افتتاح مشواره بالدور الرئيسي من البطولة. وكان المنتخب الوطني تأهل إلى الدور الرئيسي عقب تحقيقه العلامة الكاملة بالمجموعة الثالثة ب6 نقاط. انتصر بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف على أياكس الهولندي في مباراة ودية جرت في ألمانيا. وكان دورتموند قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري الألماني، وسيبدأ الموسم بمباراة يوم السبت المقبل ضد ماينز في دور 32 لكأس ألمانيا، بينما سيخوض مباراته الأولى في الدوري الألماني يوم 19 من أغسطس ضد كولون. وفاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره موناكو الفرنسي 4 أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
تعد هذه المواجهة الودية هي الأخيرة التي يخوضها بايرن ميونخ بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل ضمن تحضيراته للموسم المقبل. هذا ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لايبزيغ في بطولة كأس السوبر الألماني لعام 2023، والمقرر لها السبت الموافق 12 من أغسطس الجاري. قضى النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على نظيره درامشتات الألماني بنتيجة 3-1 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وجاء الهدف الأول عبر النجم المصري محمد صلاح بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يصنع قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 8 الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا. سجل هونساك هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 10. وفي الشوط الثاني سجل لويس دياز نجم ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 59. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يصود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي أيضا مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة نتابعه سويا. أخبار الطقس مشاهدينا الكرام، نكون وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولكن هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، ويؤكد تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا وتطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين. شكري يؤكد دعم مصر لإجراءات الرئيس التونسي لبناء مستقبل أفضل لبلاده. ختام ثالثة، ولمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر على الشاشة. شكرا للمتابعة، صحبناكم في هذه الساعة الإخبارية الزميلة نسرين فؤاد وأنا رغدة بكر. إلى اللقاء في أمان الله.